حضراتكم شايفين والاجواء الجميله اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي، احنا في شارع 306. شارع 306 حاجه تفرح ومبهجه، لانها عباره عن مشاريع الشباب نفسهم بيشتغلوا عشان يعملوا حاجه مختلفه ولقمه عيش ليهم. شارع 306 هو فسحه اهل طنطا، يعني اهالي طنطا لما يحبوا يتفسحوا بيجوا هنا في الشارع ده، ياكلوا وينبسطوا ويتفسحوا ويقعدوا زي ما حضراتكم شايفين. كده الشارع ده بقى في معلم مشهور من المعالم بتاعته، اللي هو في ناس بتحب تيجوا عشان تستمتع بالاكل بتاعه، في ناس بتحب تيجوا عشان يبقى عزوه لاصحابه، في ناس تانيه بتحب تيجوا جبر خواطر. هقول لحضراتكم ليه. المشروع اللي حضراتكم شايفينه ده اسمه اهو تسنيم. تسنيم ده اسم دار ايتام هنا مشهوره في مدينه طنطا. تسنيم جمعت 12 طفل يتيم، ال 12 طفل يتيم دول مختلفين الاعمار، يعني من اول ثالثه ابتدائي لحد الطالب بتاع كليه سياحه وفنادق. فال 12 طفل اليتيم دول القدر وربنا شاء ان كل واحد فيهم يبقى له 11 اخ، وهم قرروا يكونوا عزوه لبعض، مالهمش ام غير مديره الدار، ومالهمش خاله غير المشرفه بتاعه الدار. قرروا انهم يعملوا مشروع ياكلوا بيه لقمه عيش وينبسطوا كمان بالشغل وبعرق جيبينهم يقدروا يعيشوا. ال 12 دول زي ما قلت لحضراتكم من سن ثالثه ابتدائي لحد طلاب في سياحه وفنادق، بيبدلوا مع بعض، بيباتوا هنا شويه وشويه بيباتوا في دار الايتام، لحد ما بقى تقريبا اهالي مدينه طنطا كلهم بييجوا يستمتعوا باكلهم الجميل. على فكره اكلهم حلو قوي قوي قوي. فبقى ايه؟ اكل وجبر خواطر وعزوه، يعني ثلاث حاجات مع بعض. تعالوا مع بعض نكتشف الموضوع، تعالوا. السلام عليكم. ازيك يا رجاله؟ عاملين ايه؟ تمام الحمد لله. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. هات 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 الهمز. لا 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 ماشي. مساء الخير، اخباركم ايه؟ تمام. اتعرف بيك. وحيد حمد. وحيد. حضرتك؟ سيد سالم. سيد. حسام محي. حسام محي. احمد عبد السلام. احمد عبد السلام. انتوا اخوات ما شاء الله، يعني كل واحد فينا عندنا يعني ايه، انا عندي اخت واحده بس انتوا ما شاء الله عزوتكم يعني كبيره، انتوا 12 اخ. ها 12. الحكايه بدات منين؟ حكايه الموضوع ده بسم الله، كان جد عاطف كان بيننا كلنا احنا ال 12. كنا الاول كنا سته، بعدين جه واحد في واحد. كنا احنا سته مع بعض من اول، عندنا اربع شهور. كان عنده في المؤسسه بعد لحد ما انت شايف دلوقتي كده كلنا مع بعضينا، فاهمني؟ وفي كمان ال 12 دول في ناس تانيين جم، بس احنا سته لما بعض الاول كنا احنا مع بعض بنت مين بقى؟ اربع شهور. مين بيبات هنا ومين بيبات في الدار ومين؟ ما فيش حد بيبات هنا، مفيش حد. كلنا احنا بنبات في الدار عادي، يعني بتباتوا في الدار، هو بيت عادي كمان. احنا بس بنطلع للشغل. تعالى قرب قرب كده، قرب عشان الكاميرا تشوفك. حضرتك قرب معانا، انا معطلكم عن حاجه ولا لا؟ بصوا هما الزبائن بيصورونا. نطلع للكليات مثلا ونرجع تاني. طبعا كل دار بيبقى ليها سن معين للاقامه، يعني ابتدينا لغايه سن قانوني. 18. سن قانوني 18. بس جد الله يرحمه يعني عمل لنا استضافه، دور استضافه ان احنا نقعد فيه نكون مستقبلنا، حاجه مشروع شبه ده نجيب منه فلوس والحاجات ديت. ممكن المبيت والمأكل والمشرب والحاجات ديت تبقى في المؤسسه، وتطلع تشوف شغلك والكلام ده، وترجع تاني تنام، يبقى في محل اقامه ليك، مش تمشي والكلام ده بس. فدي كانت طبعا فرصه جميله طبعا، انك يبقى ليك مكان تيجي تبات فيه، ما يبقاش شايل هم انك ايه. طبعا سياحه فنادق، تاني سياحه فنادق اسكندريه. انت الشيخ وكلنا والله بنكمل بعض، مش كلكم بنكمل بعض بس في كافيه الحاجات ديت بنكمل بعض. بس لكن حاليا احنا كلنا في المؤسسه، ما حدش خرج من المؤسسه. حتى الفكره اصلا مش بتيجي، متاح ليك كل حاجه، وكمان الناس هناك مش مؤسسه واستاذ واستاذه، لا عيله بس. بس واضح ان جدكم الله يرحمه كان راجل عظيم.
راجل جميل جده. طب احكي لي اقرب كده، احكي لي عنه، مين جده؟ جده عاطف، جده عاطف نشرتي، هو مدير فرع البنك مصر. ومراته الحاجة منى برضو مديرة فرع برضو. هم اسسوا الدار من الاول خالص، والتبرعات والكلام ده بس. وطبعا بعد ما توفى الله يرحمهم ماما اسماء اللي هي بنته، اللي هي مديره الدار، كملت المسيره بقى. هي دلوقتي ماما طبعا طبعا معانا من احنا صغيرين خالص، 3 شهور. تعرفت تتكلم 3 شهور كلنا مع بعض، فطبعا كتف واحد وكده. انتوا بقى لكم كام سنه عايشين مع بعض كده؟ 20 سنه مع بعض، من 19 ل 20 سنه. ف 20 سنه كنا سته الاول مع بعض، كنا احنا سته العيال دول وناس ثانيه. كنا نقعد كده وسط بعض، ايه رايكم نعمل مشروع، ونعمل بيت واحد ونعيش كلنا سوا. والبيت يعني المشروع يبقى تحت البيت، ننزل نستلم شيفت شيفت. كنا حوالي 8، كنا لسه 8، حلم بين 8 اشخاص لسه ما تكونش، يبقى 12. كان 8 اشخاص، نقول لهم 4 يمسكوا شيفت و4 يمسكوا شيفت، كمان نتجوز ونتجوز في العماره ديت، ونخلف وعيالنا، وكل واحد شقه وكده. يعني انتوا ان شاء الله هتبنوا بيت مع بعض؟ أيوة. باذن الله. هو المشروع الحمد لله بقى حاجه كويس، يعني دكتور طاهر الرحمي محافظ الغربيه وفر لنا المكان، وفر لنا وسهل لنا الورق، والدنيا كانت الحمد لله متسهله جدا يعني. والافتتاح كان من حوالي سنه تقريبا، افتتاح الشارع ذات نفسه. بس ابتدينا احنا بقى بالتبرعات من الناس اللي كانت بتيجي المؤسسه. طبعا لما شافت مشروع شبه ده قالت لازم نقف جنبهم. طبعا حضرتك مثلا هتيجي الدار، عرفت ان حضرتك عندنا مشروع وكده، لا انا هساهم معاكم. فطبعا يعني احنا كل ده تبرعات من الناس. وماما طبعا باتصالاتها طبعا وتعاملتها كويسه مع الناس، قدرنا نفتح البتاع ده. هم الناس هم اللي اتبرعوا بالاجهزه؟ اتبرع بالاجهزه وبالخامات والحاجات. عشان نقف زي ما حضرتك وقفنا كده، شايفنا واقفين بنشتغل. بس فطبعا نقله كويسه جدا، من حلم لحاجه واقع احنا خلاص عايشينه. طبعا احنا اشتغلنا على نفسنا. انت الكبير، ها انت اكبر واحد فيه؟ هو انا في اكبر مني يعني بشهور. ايهاب، بس هو مش موجود حاليا. بتعمل ايه مع يعني انا عارف ان في واحد فيكم برده في ثالثه ابتدائي؟ أيوه. من لا يعني حضرتك بتتكلم ازاي اعمار مختلفه بتتعايش مع بعض؟ لا بقصد اللي هو طبعا احنا في كل عمر من اعمارنا بنبقى محتاجين حد يقف جنبنا، ينصحنا، سن المراهقه. ندي النصيحه طبعا. بتعملوا ايه بقى مع اخوكم الصغير كده؟ بننصحه وبنذاكر له لو هو عايز يذاكر مثلا. نوديه المدرسه برده، نحسسه برده ان احنا جنبه على طول، بنحتويه يعني وكده. فمش بنحسس حد يعني ان هو يعني محتاج حاجه مننا، احنا كلنا بنكمل بعض. وانتوا طبعا دي فكره جد، يعني هو أيوة هو اللي كان بيقوم بدور الناصح ليكم كلكم. ايوه طبعا، اب وكل حاجه بجد يعني. والله طب شاطرين في الدراسه ولا ايه؟ انت في سنه كام دلوقتي؟ ها، تانية اتجار. عامل ايه؟ كويس. حضرتك تانية اتجار وشاطر في الدراسه ولا ايه؟ بتذاكر ولا ايه؟ بذاكر. بس انت خلاص انت بتطبق عملي اهو. بذاكر. كان في نقطه ان الاعمار والكلام دوت. صحيح. انا دلوقتي انا شفت معامله كويسه من صغري. اهل، مش استاذ واستاذه وقانون وحاجات كده، لا انا كنت شايف اهل. فطبيعي هطبقه على الصغير علشان يطلع حاسس نفس الاحساس اللي انا حاسه طبعا حاليا. فطبعا هو بيشوفنا كبرنا، ما فيش اي عنف مثلا، لا عنف ان احنا نضرب بعض او نتخانق والحاجات دي، ما بيلاقيش كل ده. هينشا في بيئه طبعا راقيه وهاديه، طبعا هيشوفنا واحنا بنحقق احلام. فطبيعي هو كمان هيجي له حلم يحلمه ويعوز يحققه، زي ما شاف اخواته طبيعي يحققوا حلم. انتوا بتقسموا ارباح المشروع ده عليكم انتوا ال 12؟ صح. انتوا ال 12 عشان ان شاء الله تجيبوا ارض وتبنوا بيت باذن الله. ايوه طبعا. كلكم الله ان شاء الله. الله يلا ابتدينا اهوت الحمد لله. وشكرا والله بجد، انا بشكر اي حد حتى ساهم في اي حاجه ان ده يتفتح يعني بجد. يعني احنا اللي بنشكركم ان انتوا قدمتوا لنا نموذج. بنشكر طبعا ماما اسماء عشان هي وقفت جنبنا في كل اللي احنا فيه ده، وجد عاطف اتصالاتها ومعاملتها الحلوه مع الناس كمان، قدرنا نجمع ناس ويامنوا بحلمنا. يعني هي اسمها يامنوا، والمشروع مش مجرد حلم. الحمد لله. الحمد لله كويس جدا. الحمد لله. يعني وفين فين بقيت اخواتكم؟ انا شايفك بعض دلوقتي في امتحانات دلوقتي شغاله في كليات والكلام دوت. وطبعا الاعمار زي ما حضرتك عارف، في ثالثه ابتدائي، في خمسه ابتدائي، فبقى اعمار تانيين في البيت مثلا الكلام ده بس. وفي الدروس بتعملوا ايه بقى هنا في الاكل في المحل؟ بنعمل كريبات ومشروبات عند احمد. المشروبات انت بقى ايه بتاع المشروبات كله؟ عندك اسبريسو يا احمد ولا بس تيجي نشرب مع بعض اسبريسو؟ ايه رايك؟ استاذنكم اروح مع احمد بس عشان ما اعطلكمش، هشرب اسبريسو من ايد احمد بعد اذنكم. اسبريسو بعد اذنكم يعني. تمام. دبل عاوز دبل اسبريسو.
شوف احلى اسبريسو منك يا ابو حميد. بيجي لكم هنا كام واحد في اليوم؟ يعني كام واحد كام زبون هنا في اليوم؟ يعني على حسب. على حسب. حوالي. لا ما عادش نعيد يعني. على حسب. على حسب الناس اللي بتيجي. اتفضل تعال. اتفضل. لسه جديد طبعا. لسه في البداية. لسه الناس اللي بيجي يجرب بيجي يشوف. طبعا هي اذواق طبعا. طبعا. يعني انا بيعجبني الاكل. طب تمام انا خلاص ده مكاني هاجي على طول. فلسه ان شاء الله وهي رزق طبعا ربنا طبعا. طبعا واحنا بندعو كل اهالي طنطا وكل اهالي طنطا ان شاء الله يجي وينوروا. عايزين برضه نعرف الناس الكرفان عند كوبري الجهان. ايوه في الاستاد ماشي شارع 306 بعد 306 اول كرفان على الشمال. اول كرفان على الشمال بعد 306 اسمه تسنيم. اسمه تسنيم. ده مصر كلها هتجي لك ان شاء الله. والله العظيم والله ايوه حاجاتنا حلوه الحمد لله وحاجاتكم وانتوا حلوين عن خبره يعني مش بادين فيها كده لا عن خبره. طب تعالى قول للناس اهو ادي الكاميرا اهو قول للناس قول لهم تعالوا لنا احنا تعالوا والله تيجوا تنوروا في اي وقت ولو ما عجبكوش قولوا لنا بجد ده حاجه محفز لينا اللي احنا نكمل وندور على الاحسن ليكم بجد والله تيجوا تنوروا في اي وقت وحاجاتكم حلوه طبعا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله اهو الناس اهو قاعده مبسوطه ومستمتعه وحاجه جميله هنشوف هنشرب الاسبريسو مع بعض اهو هنشوف ده اخوكم ها اخوكم ابراهيم ها تسلم ايدك لا وبص كريم في الاسبريسو بتاعه ها تعال انا مش ناسيك والله تصدق انا فاكرك زبون تعال يا حبيبي تعال والله العظيم فاكر تصدق انا فاكره زبون انا قلت زبون وبيغلس كل شويه اقول هات كذا ها انت ما طلعتش زبون صاحب محل يعني ها اسمك ايه؟ اسمي ابراهيم. ابراهيم انت اخوهم الخامس بقى ها بس انت اصغر اخواتك ها؟ لا انا قدهم والله قدهم؟ والله 20 سنه والله الله اكبر عليك الله اكبر عليك والله الله اكبر عليك انت في كليه ايه دلوقتي؟ تربيه نوعيه كليه تربيه نوعيه بس هم بيقولوا ايه هم حاطينك في الصاله انت بتعمل مع الزباين يعني ها؟ على قدك كده على قدك ايه انت واضح انت اجتماعي وشاطر وكل الزباين بنات وايه انا واخد بالي في حاجات كده واخد بالي منها مش هقولها لحد محدش يعرف حاجه ها؟ ده الحلم اللي انتوا حلمتوه مع بعض وانتوا صغيرين اللي هو احنا ان شاء الله هنعيش في بيت واحد مع بعض وهنتجوز مع بعض ويبقى عندنا اولاد واحفاد مع بعض والله العظيم هيتحقق في يوم من الايام يا رب ربنا يكرمكم وهيتحقق يا رب حلم ال 12 اخ و 12 اخ دول العزوه الجميله دول انهم يكون عندهم بيت في 12 شقه يتجوزوا فيها ويخلفوا اولاد واحفاد يملوا بلد عزوه وفخر وحاجه جميله يا رب انتوا جمال والله العظيم ربنا يكرمكم ان شاء الله ربنا يخليك محبة المحبة انتم يا حبة يا اهل المحبة انتم يا حبة